اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم معايا مفاجاه تحفه. بصوا بيضه كبيره ازاي، كبيره جدا. لا ما تفهموش غلط، النهارده مش عيد شم النسيم ولا حاجه، لكن انا جايبه لكم البيضه دي عشان نشوف فيها مفاجاه ايه من جوه. بصوا كمان طريقه ازاي ممكن احنا نضغط عليها كده اهو. لو عايزين تعرفوا البيضه دي فيها ايه من جوه استنوا معانا. احنا هنشيل الجزء اللي فوق ده عشان نعرف ندخل جواها ونشوف في ايه جوه. يا ترى الجزء اللي فوق ده عباره عن ايه؟ اعتقد ان هو صلصال، بس بصوا هنيجي نفتحه بمنتهى السهوله، مش سهل خالص واحنا بنفكه. والظاهر ان هم حاطين كميه صلصال كبيره كتير على البيضه الكبيره قوي دي. اهو بصوا بفتحه بالراحه، مفيش اي مشكله، ومتشوقه جدا اعرف ايه بقى جوه البيضه الكبيره قوي دي. الموضوع ممتع قوي. بصوا يا ترى في ايه جوه، يا ترى في ايه جوه، مش عارفه افتحها ازاي. ايوه اهي اتفتحت معايا. بصوا ايه ده، واو. بصوا المخده كبيره قوي دي، ايه ده، انا مش عارفه دي عباره عن ايه، دي حاجة لونها بني. تعالوا كده نبص عليها. ايه ده، واو، مخدة شكلها حلوة قوي. تعالوا كده نفتحها ونطلعها برا الكيس ونشوف دي عبارة عن ايه. انا متشوقة اهو، هفتحها وطلعها برا الكيس. ايه ده، بصوا شكلها حلو ازاي. انتوا عارفين انا عايزه اقول ايه، دي شبه ايه، طبعا انتوا عارفين. بصوا شكلها حلو ازاي، انا يعني مش عارفه مين اللي سمح لنفسه انه يعمل معايا المقلب الحلو ده، ان هو جاب لي حاجه فاني كده ولذيذه. بصوا فيها ايه من جوه، القطن الناعم ده محشيه كلها بيه. ايه ده، المخده دي فعلا ناعمه وطريه قوي، الله ملمسها حلو جدا. انا انبسطت بيها قوي على فكرة، يعني شكلها لذيذ جدا، ومش اول ما نشوفها كده نعرف دي عبارة عن ايه. انا مش عارفة اقول ايه بجد، يعني لا مقلب حلو قوي وانبسطت بيه. وبتفرج عليها اهو، لا بس كانت فعلا مفاجأة من البيضة الكبيرة قوي دي ان انا الاقي فيها المخدة دي. هي شبه كده كان في كرتون، مش فاكرة كان ايه، بس هي لذيذة قوي. ممكن نستخدمها ان احنا ننام عليها، نوريها لحد من صحابنا نفاجئه بيها. انا انبسطت قوي يا صحابي في الفيديو الفظيع ده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكوا كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. واتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا معايا، ونجيب لكم ان شاء الله المره الجايه مفاجاه جديده من البيضه الكبيره.